حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ليس حبه هكذا بالعقل بل حبه بالكل. وهذا الحب أرشدنا إليه رسول الله، جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أدخل الجنة، عشان أنا يعني الدنيا كده تلاهي، ها كأنه يعني كده الدنيا تلاهي مليانة ملاهي تركوها كماهي، ادعو الله لي أن أدخل الجنة خانخلص. فقال: ما أعددت لها؟ ما هي الجنة دي يعني التزام. قال له: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. الحقيقة يعني بيعترف إن هو لا بيصلي كتير الفروض وخلاص، ولا بيصوم كتير أهو رمضان وخلاص. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. مش هقول لك بقى إن أنا طول الليل قايم وطول النهار صايم وكده، ما فيش. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدق، ولكني أحب الله ورسوله. مدله قوي بحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يبقى هو مع سيدنا النبي لأنه يحبه. يعني حبك لي مش ببلاش، ده حبك لي في مقابل، ومقابل الحقيقة ضخم قوي، وهو حب قلبي. لا في مجهود ولا في تعب ولا في غرامة، فيما يظن الظان انه الصدقة غرامة يعني، لكن هو لا ينقص مال من صدقة. بشر للمنفق خلفا وللممسك تلفا. هتمسك هيتلف اللي في ايدك وتروح في الامراض وفي هتنفق ام ربنا يقيك الشر ويقيك السوء. وبشرنا سيد وقال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يعني الواحد مننا قالوا له: هات أهلك ومالك وهنوريك رسول الله، يقول: ومال، خدوا الأهل هم والمال هم، بس أشوف. ناس أشد الناس حبا له قوم لم يروه، وإنما جاءوا من بعده، اللي هو زي حالتنا كده، تدفع مالك وأهلك وتاخد رؤية لرسول الله في اليقظة كده تلتقي بيه، ايه ما الدنيا كلها 3 دقايق، لكن لما القى رسول الله خلاص ضمنت الجنة وضمنت رضا الله وضمنت على كل حاجة. ده حتى بعد ما تشوفه تقول: يا رب رجع لي الفلوس ورجع لي اهلي، قوم ترجع. ما لو كنت عاقل هتعمل كده، خدوا الفلوس ايه واهلي هم، وتيجي شايف تبوس وكل حاجة وبتاع ومش عارف ايه، وبتقول له تقول له: يا رسول الله خليهم يرجعوا لي حاجة. عليه الصلاة والسلام. عايز اقول لك انه خير كبير. عايز اقول لك نشهد الله اننا من هؤلاء الذين احبوا. بمالنا وولدنا